هذا سائل يسأل يقول: هل النفاق مقتصر على إظهار خلاف ما يبطن؟ مثال: يقول طالب حلقة ملتزم لا يسمع أغاني أمام الناس، ولكن يسمع أغاني إذا كان لوحده، هل يعتبر هذا نفاقا أو لا؟ لا، ليس هذا نفاقا، لا يعد هذا نفاقا، هذا استحيا من الناس. هو قضية يذكر في الكتب، في كتب الفقهاء، في كتب المواعظ، في كتب من تنسب أقوال إلى السلف، يقول أحدهم عفى الله عنا وعنه: لا تجعل الله أهون الرائين إليك. هذا كلام باطل، لا يمكن أن يصح، باطل. أنا أعرف اللي في منبر جامعة، لا يمكن أن يصح. ليس كل من عصى الله في خلوة اعتقد أن الله أهون الرائين إليه، محال. إنما هو لم يعص الله في ملأ لأنه يعلم أن الناس يفضحونه، وإنما عصى الله في خلوة لأنه يثق في رحمة، يغلب على ظنه رحمة ربه وأن الله يستره. وإلا لا يوجد أحد، لا يوجد أحد، يستثنين أنبياء الله ورسله، لم يعص الله، لا يوجد أحد لم يعص الله. فهل هؤلاء من الأخيار، من الصحابة ومن بعدهم، ممن عصوا الله في السر، هل كانوا يعتقدون أن الله أهون الناظرين إليهم؟ من اعتقد أن الله أهون الناظرين كفر، من يعتقد أن الله أهون الناظرين كفر، لا يظن بالله الهوان البتة. لكن هذه أمور فطرية. والأول يقول: لقد أجلك من يعصيك، يعني أرضاك من يعني أطاعك، قد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا، لأن الله يعصى في الاستتار. هذا أمر لا يخفى على أي أحد. لكن هو قلنا من يأتي الوعظ المحض غير المبني على قوانين، على نصوص شرعية، يهلك الناس. وأنا قلت قبل قليل، قلت لولا في ذاك مآسي، الآن أنا مضطر أن أقولها. أنا أعلم شخصا يأتي مسألة مختلف فيها، تعرفون العادة السيئة، العادة السيئة هذه مختلف فيها فقهيا. قال الإمام أحمد بجوازها في المشهور المنقول الصحيح عنه في مذهبي كما عند الموردي في الإنصاف، وقال بعض أهل العلم بحرمتها، والمسألة فيها خلاف معروف قديم. رجح إمامنا الشنقيط رحمه الله الحرمة، ورجح ابن حزم ومجاهد ابن جبر الجواز، مسألة فيها خلاف من قديم، والإمام أحمد يرى الجواز. المقصود من هذا، أحد الفتيان أنا أعرفه هذا، غفر الله له ورحمه ووسع له في قبره، كان يرى أنها حرام مما يسمع، فكان يأتيها، فيأتيه هذا الذي قال له: أنت جعلت الله أهون الرائين إليك. جن، كيف يجعل الله، ظن بنفسه النفاق، فما زال ينصح 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 حتى كاد والله أن يذهب عقله، لأنه يقول: أنا ما أقدر أعيش هكذا. ثم يصلي في الحرم، يخرج من الحرم، حتى آل به الأمر إلى أنه قتل نفسه، غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه. والله الذي لا إله، ما نقول قضية كيف قتل نفسه حتى لا يعرف، قتل نفسه ومات، كله فرار من كلمة أن يجعل الله هو الرائين إليه. وعندما يأتي إنسان يصب الكلمة لا يدري وقع على الناس، على منبر أو في صحف يكتبها أو في تغريدة، فيأتي أثرها على الناس. ليس كل الناس يملك عقلك، ولا كل الناس يريد يعرف قصدك. ترى الناس كما أنت كعالم ترجو الجنة وتخشى النار، ترى حتى الناس يرجون الجنة ويخافون النار، ويريدون ما عند رب. حتى الشاب ولو رأيته الذي رأيته، ومن خالط الناس رأى فيهم. أنا أذكر مرة صليت في الحرم النبوي قريبا من الروضة، يعني في صفوف متقدمة، أتيت مبكرا، وجاء شاب لا أعرفه، بيني وبينه شخص كذا يلبس ما يسمى بنطال جنس، وقف يصلي معنا. ثم لما قرأ الإمام، نحن كلنا في الصف الأول لا أحد تأثر بقراءة الإمام إلا هذا، أخذ يبكي، الإمام يقرأ وهذا وحده يبكي في الصف، وفينا علماء وفينا عباد وفينا زهاد وفينا أشياخ، وما فينا أحد بكى، وهذا يبكي. فالله جل وعلا يريد من العبد الرغبة فيما عنده والتوبة والإنابة. وفي الحديث: لو أنكم لا تخطئون لا أتى الله بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يجب أن يفهم الناس سماحة الدين ويسره، وأن الإنسان يعني الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، كما النار. لكن لا يصح أن يخاطب الناس بطريقة واحدة. القرآن جاء بالوعد والوعيد، وأنت أبصر بالذي تكلمه، تغلب جانب الوعد أو تغلب جانب الوعيد. المهم يا بني لست منافقا إن شاء الله.